شوف ان عرست لك مرة بتاعت شعوذة ودجل كل يوم ماشي لفكي وجاية من فكي وململي ملك البخرات والمحايات والحاجات دي كلها وان عند اي مشكلة معاك انت ولا مع اهلك ما بتحل الا بالفكي دي دجالة بتاع الدجالين ما بتنفع اكلمك النصيحة والله ما تنفع كله كله مرة ما بتصلي يا اخي صلتها بربنا الخلقة قطعتها انت عشمان فيها تكون معاك انت كويسة الله خلقها خلقها من فوق لتحت ورزقها الجسم والنفس والاكل والشراب ونعمة الصحة في جسمها ده من الله ما شكرت لي الله ركعت له انت تيجي تقول لي لا لا انا بعرسها لكن بعدين بصلحها تصلحها تصلح شنو هوي ما في مرة بتصلح المرة دي احسن اوقات في دينها وقت بتتزوج انت ده احسن وقت بتمش ناقصة ما بتمش زايدة زيادة ما في في نقيصة بس اعرف المعلومة دي عشان كده اكبر مشكلة في الطلاق انه انت عرست غلط او بنتك اديتها للزول الغلط ده من الراجل اللي بده مرة عشان كده تتوقع الطلاق نتيجة حتمية لأي بيت من بنى من أول يوم على التقوى